لأنه مريض وبأي مرض بأي مرض بمرض السرطان سرطان الرئة سرطان الرئة ولكن أنا السبب الذي كنت أدخن وأطعت المخدرات. ها هي حالتي وابنتي من أين آتي بالمال؟ هل أبيع نفسي لأعالج مرضي ولا دل البصر؟ أين هي تلك التجارة؟ كفاك سما يا أبي، كفاك، فهو يدمر، يقتلك، وما السجارة إلا موتك البطيء الذي يعذبك كل دقيق، كل ثانية. ألا تشفى إلى نفسك؟ أتعلم حقا لما تتكون هذه السجارة القذرة؟ بالتأكيد لا، فهي مكونة من نيكوتين، تبغ، قطران، سم الفئران القاتل، ومواد أكثر خطورة. اذهبي يا ابنتي، رضي الله عنك يا ابنتي. المسكينة لا تعلم ما بي. أذهب لأصلي الآن، أسأل الله أن يغفر لي ذنوبي. السلام عليكم. بسم الله على العيون. أكلم موسى على جبل الطور وخلق الظلمات والنور. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وأقل تخيلتي وهواني على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهلني؟ أم إلى عدو ملكت فؤادي؟ اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ورحمتك هي الأوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصرخ عليه أهل الدنيا والآخرة. اللهم إن ترى في ممات خير لي فآتني به يا رب العالمين. وإن ترى في حياتي خير لك فآتني به. اللهم صبر بيدي يا رب العالمين. سرطان موجود بالشفاء اليوم مولود. مهما حكمة الأقدار نشا في الإضرار السرور والفرحة تعود. بلا ما نخاف نسقسي ونسول، بالكشف نعجل نبقى متفائل، لازم نعقلها ونتواكل. هذا هو نموذج
ضحية، ضحية التدخين والتجارة. وش كان سبب الجرح باش مات؟ التدخين هو الموت البطيء الذي يقتلك في كل ثانية، في كل دقيقة. كنتمنى نوصل واحد الرسالة. قال لي كيدخن يحد من هاد الظاهرة، نحدو من ظاهرة التدخين، ما فيها حتى نفع، هي غير كتقتل. وشكرا.